ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا، برحب بيكم من جديد. وخلوني أقول لكم حكاية جديدة، ودي حكاية بنت مصرية اسمها ياسمين. ياسمين خريجة لغات وترجمة، وقدرت إن هي تعمل شيفت كارير في وقت صعب جدا، وتركن اللغات والترجمة على جنب وتشتغل هاند ميد اكسسوارز. عايزين نعرف دلوقتي قصة ياسمين، لأن أنا مش هقولها لكم، هسيبها هي اللي تحكيها. فخلوني أرحب بضيفتي ياسمين. منوراني ياسمين. حبيبتي ميرسي، ده نوري. حبيبتي ياسمين. ياسمين دلوقتي أنت عملتي شيفت كارير في وقت صعب جدا، وقت الكورونا. عملتي ده إزاي؟ جت الكورونا وكان حظر بقى ومش بنخرج، وحتى مش عارفين نشوف قرايبنا. ايوه صح. ده غير اللايف ستايل بتاعي خالص، مش يعني كان صعب قوي بالنسبه لي. تمام. فكمان زائد ان انا كنت مامي جديده لنادين، انا عارفه، فكان احساسي بالمسؤوليه متضاعف، خايفه عليها، خايفه ننزل عشان منعتها وكده. تمام. لازم بقى هتعود على قعده البيت، وهعمل بقى حاجه لنفسي تفرحني علشان اقدر اكمل بقى، وتخلي حاجه تخليني مبسوطه. تمام. ففكرت ايه اكتر حاجه بحبها. عندي هوايات كتير، بحب الرسم، بحب الفاشن، الاكسسوارز طبعا. فركزت في موضوع الاكسسوارز ولقيت الموضوع حلو معايا، بدات اعمل حاجات، لقيت الناس اللي حواليا بتشجعني قوي، وما شاء الله الحمد لله لقيت الموضوع كبر بسرعه، ولقيت الناس حبت حاجتي بسرعه. مين اكتر حد شجعك؟ جوزي هو كان اكبر داعم ليا، واول ما قلت له الفكره قال لي حلو وفن، وحب قوي الفكره وان انا ابدا فيها. خليني الاول قبل ما نكمل كلامنا نوجه تحيه لجوزك، ووجه تحيه لكل راجل قدر ان هو يشجع مراته ويقف جنبها ويخليها احسن. كمل. بوجه له تحيه، هو بطلي، هو حد مهم قوي في حياتي. ما شاء الله. وطبعا نادين كانت حافز مهم قوي قوي عندي. الحته دي بقى هنتكلم فيها، لان انا عارفه انك اتجوزتي وخلفتي ومريتي بشويه ظروف كده، قدرتي تكملي ازاي؟ تحديتي ده ازاي؟ نادين كانت حافز قوي قوي. كويس. كنت عايزه، يعني كنت عايزه احس ان انا مبسوطه عشان ده هينعكس يعني عليها اكيد. لما بدات احس وقت الكورونا ان لا، كنت هدخل في مود اكتئاب، وده مش حلو خالص طبعا. فقلت لا، اعمل حاجه تخليني مبسوطه وتملى وقت فراغي وتفيدني. تمام. فبدأت الموضوع ده وحبيته أكتر، كل ما بتعمق فيه أكتر وبتعلم فيه أكتر بحس إن أنا بحبه أكتر. طيب إنك تشتغلي الحاجة بإيديكي، تعمليها هاند ميد، أصعب من إنك تشتريها؟ هو بالنسبة لي أحلى. أحلى. يعني أنا ما بقتش بشتري حاجة دلوقتي، أي حاجة عايزاها زي النهاردة كده، عندي مناسبة مهمة عملت الأكسسوارز بتاعتي. فما ما استسهلتيش؟ مش لا 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 لا. يعني انت عامله ده علشان خاطر انت؟ ده عشان مقابله النهارده. حقيقي؟ والله. ده كويس. فبالنسبه لي متعه، مهما بقعد عدد ساعات طويل بعمل حاجه انا بحبها، ما بزهقش. هي دي اصلا هوايتك من وانت صغيره؟ واحنا صغيرين كانت ماما بتجيب لنا الماتيريال بتاعت الخرز والحاجات دي، وكنا بنعمل، وكانت بتشجعنا نعمل كويس. حاجات كويس. عشان برضو وقت فراغنا وكده. أكيد. بس عمري ما جه في بالي ان ده يبقى شغلي، يعني كنا حاجه بنعملها كده لذيذه، نقضي وقت مع بعض، نتبسط، لكن ما جاتش في بالي خالص ان هي تكون شغل. فجت كده بقى. بتقدري تكسبي من الشغل بتاعك ده وتلبي احتياجاتك؟ احكي لنا كل ده. بصي، هو لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول لك ان انا بكسب منه، انا لغايه دلوقتي حاجه بحبها وبعملها. تمام. فلسه موضوع المكسب ده متهيألي. بس انت بقالك 4 سنين في الموضوع او اكتر، كنت انت قايله لي كده؟ تقريبا من ساعه كورونا. ثلاث سنين ونص تقريبا. تمام. كان هدفك بقى تحطي بصمه مصريه في منتجك، ولا انت ما كانش عندك، مش فارق معاكي تجيبي المنتج من بره مصر او لا؟ لا لا، بصي الاول بصراحه كان في ماتيريال بجيبها من بره. تمام. بس حاليا احنا بنشجع طبعا الصناعه المصريه جدا جدا جدا. تمام. فكل الماتيريال بتاعتي مصريه 100%. يعني المنتجات الرائعه اللي قدامي دي كلها مصريه 100%؟ كله، كل حاجه مصريه 100%. طب كلميني عن كل حاجه انت عملتيها، يعني كل حاجة عندك قلتي لي ان بيبقى ليها قصة معاكي. كل عقد لي قصة، كل حاجة ليها ستوري معينة. بصي، انا طبعا في فصل الصيف الواحد القواقع والحاجات بتاعة البحر دي بتبقى اكتر حاجة كلنا بنحبها. اكيد. فقعدت ادور على حاجة كده انا بحبها، وكل صدفة هتلاقيها صدف طبيعي، كله مطلي ذهب. فده بالنسبة للصيف بقى، بحس ان كل موسم
ليه ستايل. بتتابعي الموضة بتاعت كل حاجة ولا انت اللي بتطلعي موضة الاكسس؟ بتابع الموضة بس لما بلاقيها ماشية في وتيرة معينة وكله زي بعضه تمام بكسر القاعدة دي. برافو عليكي. اختلاف، بتحبي الاختلاف، تحطي يعني بصمتك في كل حاجة انت بتعمليها. بالظبط. برافو عليكي. برافو عليكي. حاليا كمان لقيت مستمرة قوي موضة التشاكر أيوة. والنكلس والحاجات الرقيقة قوي، ف كسرت ده وقلت لا ادخل انت عندك اصلا شوكرز مميزه جدا يمكن ما بلاقيهاش بسهوله عند اي حد، فده دليل ان انت ليكي بصمه في المنتج بتاعك، يعني اما حد يمشي كده يشاور عليه يقول ده بتاع ياسمين. صح كده؟ الحمد لله. طيب في مره قلتي انا هعمل مثلا الديزاين ده لوحده بيبقى بتاعها هي بس؟ حصلت كتير. أنا أحلى حاجة بتحصل وأكتر حاجة بتبسطني تمام. الكلاينتس عندي والله مش بعتبرهم مجرد كلاينتس، لا يعني بتفاجئ ان في ناس بتكلمني بيصوروا لي الدريس بتاعهم او الاوتفيت بتاعهم اللي خارجين بيه في المناسبه ويقولوا لي عايزين حاجه ليها. جميل. مش قادره اقول لك دي اكتر حاجه بتبسطني. جميل. بعمل كل اللي اقدر عليه وبوصل لهم البيس في نفس اليوم من كتر ما ببقى متحمسه ومبسوطه. بقعد اشتغل وبوصلها في نفس اليوم. دي ده برده نتيجه انك بتحبي اللي انت بتعمليه. بحب جدا وببسط اكتر لما بلاقي اللي قدامي مبسوط. الشطاره دي مش هنلاقيها الا عند الست المصريه بس، الإصرار والعزيمة والشطارة والاجتهاد بيبقى عندها. تفضلي ياسمين كملي. بس طيب خليني أقولك إحنا داخلين على موسم شتاء. إيه بقى التصميمات بتاعتك اللي ممكن تطلعي بيها الشتاء اللي جاي؟ طلعيها لنا كده حصري وقولي إيه تفكيراتك، الألوان، شكل الديزاين ممكن يبقى عامل إزاي؟ احكي لي عن موسم الشتاء. حابه قوي الحاجات اللي هي زي كده. ده على فكره مطلي ذهب ابيض. جميل. مفيش حاجه عندي في الماتيريال خالص بتغير لونها، كلها حاجات الحمد لله مضمونه بتعيش. تمام. بس طبعا برضو نحافظ عليها زي ما بنحب نحافظ على الدايموند بتاعنا ونحافظ على الجولد بتاعنا لو في حاجه. بس هو اوريدي ما بيتاثرش بميه ولا بيرفيوم ولا كده؟ لا ما بيتاثرش، بس برضو لازم نحافظ عليه اكيد. كل ما نحافظ عليه هيقعد معانا كتير قوي، يعني هيقعد معانا. الموسم ده بقى بفكر في الحاجات اللي زي كده السيلفر، مش عارفه حاسه ان انا مياله ليها شويه الفتره دي. بس وفي كولكشن جديد هنزل بيه قريب ان شاء الله هيعجبكم قوي ان شاء الله. تمام. طيب احنا عايزين نتكلم على السيلفر. السيلفر ده اي حد بيليق عليه السيلفر، ازاي انا بقى يعني مثلا حاجه زي كده اكون متاكده ان هي هتبقى كويسه عليا 100% او لا؟ بصي في مقياس معين للديزاين قبل ما اختاره بالنسبه لي انا وبالنسبه لغيري؟ بصي ما فيش مقياس معين، بس انا ممكن اشوف الكاركتر تمام واحس ان يليق عليها ايه اكتر. تمام. فاهمه؟ تمام. يعني انا عندي نظره شويه في الموضوع ده. تمام. مش اي حد بيليق عليه اي حاجه. تمام. وده اللي خلى تصميماتك في الفضة مختلفة تماما عن اي حد. حقيقي الحمد لله. الحمد لله ياسمين. حقيقة ياسمين انا فخورة بيكي جدا. حبيب. فخورة بشغلك. انت بس مش عملتي هاشتاج هي تقدر، انت عاملة هي مصرية ومصرية 100% كمان. حبيب. طبعا تصميماتك في الفضة مميزة عن اي حد وليكي كده طابع خاص وتاتش خاص. قلتيلي ان انت بتاخديها من شخصية اللي قدامك. يعني كل كاركتر معي. لا مش لازم اقعد اتكلم معاها بس بسمعها بيبعتولي. تمام. كل واحده تقول لي مثلا تحب حاجه سيمبل، لا يعني كده، وانا بقى بجمع الصوره. تمام. كل الديزاينات عندك يعني بتخلص بسرعه؟ انت قلتي لي ممكن اخلص حاجه في نفس اليوم. مفيش حاجه بتاخد وقت منك خالص؟ لا لو حاجه مخصوصه قوي وحاجه بتتعمل بالايد زي النحاس زي الحاجات دي بتاخد وقت شويه، لكن لو حاجه الماتيريال بتاعتها اوريدي جاهزه عندي بعملها على طول. نفسك الخطوه الجايه في مشروعك تكون ازاي؟ عامله ازاي؟ شكلها ايه؟ نفسي طبعا ان شاء الله قريب قوي يبقى عندي الورشه بتاعتي ان شاء الله خاصه بيا، اضم فيها ناس بتحب الاكسسوارز وبتحب الموضه. وبرده انا يعني ما اخترت اسم الاكونت بتاعي ان هو يبقى ياسمين جمال ديزاينز، قلت اعمم بديزاينز لان انا حاسه ان انا قدام تمام هضم حاجات اكتر غير الاكسسوارز، هعمل حاجات اكتر ان شاء الله. زي ايه مثلا؟ انا اوريدي نزلت قبل كده على الصفحه الـ الـ الشابو بتاع البحر. أيوة. والطواقي شفته. والحاجات دي. في حاجات كتير قوي لسه ما صورتهاش عاملاها.
يعني واحدة واحدة إن شاء الله هبدأ أنزل الصور اللي عندي والتصميمات الجديدة اللي عندي. تمام. وحاسة إن أنا إن شاء الله قريب هتوسع أكتر. طب فكرتي إن أنت تدي مثلا كورسات أو تعلمي بنات معاكي إزاي يقدر يشتغلوا؟ أصل أنت قلتي هضمهم في الورشة بتاعتي ناس، يعني كل ده شغلك أنت لوحدك ومن البيت؟ كل ده يعني from A to Z كله. هايل ما شاء الله عليك. حتى التصوير كل حاجة بنزلها أنا اللي عاملاها وأنا شغلي أنا. طيب فكرتي تعلمي تعملي مثلا مكان تعلمي فيه ناس؟ الطلب مني ده قبل كده وحاسه ان انا ممكن اعمل ده قدام. تمام. بتعتمدي في التسويق بتاعك او البيع بتاعك على ايه؟ اونلاين بس ولا بازارات؟ لا لسه ما نزلتش يعتبر بازار لغايه دلوقتي قوي، وبرده دي خطوه في دماغي، بس لغايه دلوقتي يعني الموضوع ماشي لطيف يعني، وقدام ان شاء الله اكيد ههتم بموضوع البازارات ده والايفنت، وحاسه ان انا قدام برضو عايزه اركز موضوع الايفنتات ويعني الموضوع يتوسع شويه ان شاء الله. عندي خطط كتيره قوي هعملها بالتدريج ان شاء الله. ربنا يوفقك فيها. حبيب. وعشان قناه هي بتدعم اي منتج مصري 100% هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه الصفحه بتاعت ياسمين، تقدروا تتواصلوا معاها لاي اوردر انت عايزينه او اي حاجه مميزه عايزين تعملوها. ياسمين عايزه اطلب منك طلب، هتبصي للكاميرا هتقولي في عجالة كلمة لكل بنوتة وكل ست نفسها تبدأ مشروعها، اديها كده خلاصة خبرتك الأربع سنين اللي انتي مريتي بيهم دول. عايزة أقول حاولي تعملي حاجة بتحبيها، لازم لازم بجد كل واحدة تركز في الحاجة اللي بتحبها وعندها شغف ليها عشان تقدر تكمل. ما تقولش ده مجرد شغل أنا هشتغله خلاص عشان الحياة تمشي وكده، لأ مش هتنجزي فيه قوي، مش هتحققي نفسك فيه قوي. لو عملتي حاجة بتحبيها حتى لو قعدتي كتير ساعات وكتير تشتغلي فيها هتطلعي حاجة بتحبيها، منتجك هيبان ان هو معمول بحب، الناس هتحبه وهتبقي انت كمان مبسوطة. شكرا لك يا ياسمين، حقيقة انا فخورة بيكي جدا وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله المرة الجاية تكوني عاملة خطوة اكبر من كده ونستضيفك معنا في البرنامج. حبيبتي ميرسي جدا. شكرا لكم كلكم. شكرا. ميرسي لك يا ياسمين. بفكركم ياسمين وهي كمان بيدعموا كل منتج مصري، فياسمين مشاركة معنا في الدعم ده، متنسوش تدخلوا على صفحتها وتختاروا اللي انتوا عايزينه. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني مع الشيف غادة، بس المرة دي بقى هتحكي لنا تجربتها مع المشروع بتاعها اللي بدأته برضو من المطبخ. ما تنسوش هاشتاج هي تقدر وهي مصرية 100%. انتظروني.